طالب يبقى الأول بالنسبة لقسم عمارة لازم يكون علم رياضي. بالنسبة للديكور بيبدأ يعني بياخد من قسم علمي ثانوية عامة علمي. علمي بيبقى رياضة أو علوم. بالنسبة لقسم فنون اللي هو الثلاث أقسام اللي قلت عليها بياخد كل الفئات يعني من علمي وأدبي. بالظبط. طبعا كل حاجة بتختلف يعني السنة اللي فاتت كان عمارة كان آخد 94.5 ديكور كان آخد 92 فنون كان آخد 89. بالنسبة لعمارة بيبقى في اختبار مهم جدا هو منظور هندسي. المنظور الهندسي ده بيبقى عبارة عن تركيبات بنشوف الطالب تخيله بالنسبة ازاي افكاره وموهبته في الرسم ان هو ازاي بيعمل تداخل للكتل، ازاي بيعمل بيرسم، ازاي امكانيات ان هو نساعده على ان هو يجتاز الجزء المعماري في الكليه. اما فنون بنديله تقريبا يعني بيبقى في ثلاث مراحل بيعدي فيها، الاول في الكورس اللي هو الرسم والطبيعه الصامته اللي هي اللي بتبقى مثلا تمثال او اي حاجه بيقدر يرسمها. تاني حاجه بيرسم مثلا بياخد حاجه زي حاجه تذكاريه مثلا اعلان او حاجات كده خاصه بالجرافيك، وبعد كده بياخد نحت ان هو بيديهم اتصال ويعملوا تشكيل عشان الطالب يحس بالكتله معاه ويقدر يعمل اشكال. الجزء الرابع في الامتحان بيبقى جزء نظري بيبقى من قسم تاريخ فن، بيعمل جزء عبارة عن ثقافة فنية ان هو بيعرض اجزاء بيديله في الكتاب جزء عن الفنون وتاريخ الفن، وبيبدأ الطالب يبقى عنده نبذة يقدر يكتبها ويتكلم عنها. هو الاسعار ما اختلفتش كتير يعني السنة اللي فاتت كان الكورس في حدود 300 والسنة دي برضه 300. الكتاب اللي زاد شوية عشان احنا غيرنا في الكتاب وفي جودة الكتاب اتغيرت والمادة العلمية اتغيرت. هو دلوقتي كان سنة 35 السنين اللي فاتت دلوقتي 450 بس هو مضمون كله احنا بنقول 350 شامل الكتاب. هو احنا كنا بنعمل كورسات الاول، الكورسات انتهت اخر ميعاد لها هينتهي بكره ان شاء الله يوم 20 علشان بعديها بيوم يوم 21 اخر يوم للاختبارات. يوم 21 علشان احنا لازم نخلص نكون مخلصين النتيجه قبل تروح نتيجه الثانويه العامه. يعني نتيجه الثانويه العامه بيدخل فيها اللي هو نتيجه امتحان القدرات اللي هي لائق يا غير لائق. احنا دلوقتي بقى لنا يعني تقريبا من 3 اشهر بنستعد للامتحانات ومستعد طبعا لتاهيل الطلبه المتقدمين لامتحان القدرات. في عندنا تخصصين قسم عماره وقسم فنون. فنون بيأهل الطالب لاربع اقسام ديكور ونحت وجرافيك وتصوير. عماره بيدخل الطالب على عماره على طول وده بيبقى على حسب مكتب التنسيق. احنا دلوقتي بنعمل لهم امتحانات تأهيل انهم يدخلوا الكليه. طبعا احنا بيتقدم لنا يعني السنه اللي فاتت قدم لنا في حدود 15,000 والسنه دي يعني العدد كبير جدا ومش عارف الاقبال يعني احنا مش قادرين نعمل عليه كنترول وبالذات الفتره الاخيره. طبعا ده علشان كليه فنون جميله بدات تثبت نفسها في وسط الكليات والناس بقت تحب حاجه يعني المعلومه بدات توصل للناس كلها، المعرفه بكليه فنون جميله والناس الخريجين اللي بيخرجوا بيثبتوا نفسهم في السوق. احنا مثلا الاقسام كلها يعني قسم عماره مقدم ان هو بيبقى طالب 80 طالب وقسم ديكور طالب 80. قسم جرافيك او قسم فنون هو احنا عندنا اعدادي فنون عام على اساس بعد كده بيتخصص جرافيك او نحت او تصوير. بناخد تقريبا 300 من الكليه. لا 300 هنا و 300 وهنا 80 و 80.